تاني جروب في الانتي انجيو دراجز بيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز، بيتا بلوكر زي بروبانولول اتينولول الدنيا دي كلها ما فيش مشكله. بس عاوز اقول اول قاعده، اول بيتا بلوكرز ار كونترا انديكيتد ان فاريانت انجينا، ممنوعين في الفازوسباستيك انجينا. ليه؟ لان البيتا بلوكر ممكن يعملوا فازو كونستريكشن، وسبب الفاريانت انجينا هو الفازو كونستريكشن، ما ينفعش. يبقى اذا بيتا بلوكرز ار كونترا انديكيتد ان فاريانت انجينا. ليه؟ لانه ممكن يعملوا فازو كونستريكشن اللي هو سبب الفاريانت انجينا. ده اول قاعده. ثاني قاعده، بيتا بلوكر ويز ان شاء الله انترنسك سيمباسو ماجنتيك اكتيفيتي، تمام، او البارشال اجونست زي الاسيبوتولول البندولول كونترا انديكيتد ان اول تايبس اوف انجينا، تمام. يبقى اذا كل البيتا بلوكر ممنوعين في الفاريانت انجينا، والبيتا بلوكر ويز انترنسك سيمباسو ماجنتيك اكتيفيتي، بيتا بلوكرز ويز انترنسك سيمباسو ماجنتيك اكتيفيتي ار كونترا اندكيتد اون اول تايبس اوف انجينا. طب بندي ليه البيتا بلوكرز اساسا في الانجينا؟ لانهم بيقللوا هارت ريت وبيقللوا كونتراكتيليتي، وبالتالي قللوا الاوتو ديماند. يبقى اذا ليه بنديهم في الانجينا؟ عشان ديكريز الاوتو ديماند، لانهم بيقللوا هارت ريت وبيقللوا كونتراكتيليتي. ليهم حاجات تانية في الاكشن، لكن دول اهم حاجات في الايه؟ في البيتا بلوكرز، تمام. الجروب الثالثه كالسيوم تشانل بلوكرز، كالسيوم تشانل بلوكرز. ثالث جروب في الانجينا هم مين؟ قبل ما اتكلم عليهم، امسك واحد بيتسبب في الانجينا. مين دوا؟ ال تايب كالسيوم تشانل، ال تايب كالسيوم تشانلز. على فكره دول لوحديهم بيعملوا انجينا. ازاي؟ هقول لك. واحد الام تايب كالسيوم شانل، واضح دول بيفتحوا بيدخل الكالسيوم جوه الخليه، ماشي اوكي، يعني بيزودوا الانترا سيلور كالسيوم، اوكي ماشي. دول لو اشتغلوا في القلب بيزودوا الهارت ريت وبيزودوا الكونتراكتيليتي وبيزودوا الكونداكتيفيتي وبيزودوا الاكسيتابيلتي. خلينا في اول اثنين، زودوا الهارت ريت وزودوا الكونتراكتيليتي، يبقى الاوتو ديماند يعمل ايه؟ اوتو ديماند يزيد. ال تايب كالسيوم تشانل برضه موجوده في البلاد فيسلز، فلو اتفتحت ال تايب كالسيوم تشانل يدخل الكالسيوم جوه بلاد فيسل فيحصل فازو كونستريكشن، متخيلين؟ يبقى ال تايب كالسيوم تشانل بشغلها ممكن تقلل السبلاي لانها تعمل فازو كونستريكشن، وممكن تزود الديماند عشان بيزود الهارت ريت والكونتراكتيليتي. وبعدين عشان كده الناس فكروا، او لا انت عاوز تعالج الانجينا لازم تفكر في دول. تفكر في ايه؟ الحاجات دي لوحدها بتعمل انجينا، وبعدين يبقى لازم تفكر في ايه؟ كالسيوم تشانل بلوكرز. لازم تفكر في حل ليهم، كالسيوم تشانل بلوكرز. شوفوا انا هعتمد على اشهر تقسيمه ليهم، اصل في اكتر من تقسيمه ليهم، بس انا هعتمد على اشهر تقسيمه. في عندنا كالسيوم تشانل بلوكر سترونج كاردياك انهبيتور اكشن، فبيسموهم كارديو سيلكتيف. ليه يسموهم كارديو سيلكتيف؟ عشان سترونج كاردياك انهبيتور اكشن، فيسموهم ايه؟ كارديو سيلكتيف. طيب وفي ناس فازو سيلكتيف، ده سترونج فازو دايلاتيشن. بصوا بقى كده، ده سترونج كاردك انهبيتور اكشن اند ويك فازو دايلاتور. طب دول سترونج فازو دايلاتيشن اند ويك كاردك انهبيتور اكشن، يعني احنا يا اخوات هنقسم مع بعض الليله. انت يا فرابامل، انت يا فرابامل خد انت الهارت، وانا اللي يفيدني واخواتي مايفيدبين
واملوديبين. النيفيديبين والاملوديبين احنا ناخد الباد فيسلز، احنا نقسم الايه؟ نقسم التركه بتاعتنا. انت خد الهارت يا فرابريل وانا هاخد النيفيديبين بيقول، وانا هاخد الباد فيسلز. يعني انت حتى وانا حتى هنخصم بعض ليه؟ ده اول حاجه في الكالسيوم شين بلوكر. في عندنا واحد اسمه ديل تايزم، ديل تايزم، ديل تايزم. الديل تايزم هو فازو دايليتور وكاردك انهبيتوري في نفس الوقت، لكن هو سترونج فازو دايليتور زي الميفيديبين والاملوديبين، ولا هو سترونج كاردك انهبيتوري اكشن زي الفيرابامل. يعني لا هو هنا سيلكتيف ولا هنا سيلكتيف، لكن هو نقول مودريت اكشن في الناحيتين، على الباد فيسلز وعلى مين؟ وعلى الهارت. هبقى دي ميزه، هقول لك ليه ده ميزه، هيبان دلوقتي في الادفيرس افكتس. اقلهم في الادفيرس افكتس هو الدلتا يازم. الدلتا يازم قال لهم، الدلتا يازم، الدلتا يازم هو قال لهم في الادفيرس افكتس. تقول لي طيب هو ايه علاقتنا هنا بالموضوع؟ هقول لك واحده واحده. الكارديو سيلكتيف هيقللوا الهارت ريت وهيقللوا كونتراكتيليتي. هيقللوا الهارت ريت وهيقللوا كونتراكتيليتي. ما دام قللوا الهارت ريت والكونتراكتيليتي، ايه اخبار الديماند معاك؟ يقل. اشكرك. تعالى معانا في الفازو سيلكتيف، دول فازو دايليتور فهيعملوا كرونري فازو دايليتيشن فيزيد الاو 2 سبلاي. ايه الاخبار السبلاي معاك؟ واللي يحب يعرف كمان بيقلل افتر لود. يبقى اذا ده شغال عشان بيقلل الديماند مينلي، وده شغال عشان بيزود السبلاي، وكمان بيقلل الديماند عشان بيقلل مين؟ الافتر لود. بيعالجوا اي نوع من الانجينا ما اعترضناش، لكن هم هايلي افكتيف في الفازوسباستيك انجينا، هايلي افكتيف فيهم، لكن يعالجوا اي نوع من مين؟ من الانجينا. يا ترى ايه الادفيرس افكتس اوف كالسيوم شين بلوكرز؟ قبل ما نقول الادفيرس افكتس اوف كالسيوم شين بلوكرز، انا محتاج نفتكر مع بعض الفيرابامين ده ايه؟ ده كارديو سيلكتيف. طب والنيفيديبين ده هو، والاملوديبين فازو سيلكتيف. وبالتالي الادفيرس افكت بتاع الكاردو سيلكتيف هيبقى خاص بالقلب، والادفيرس افكت الخاص بالفازو سيلكتيف هيبقى خاص بالباد بريشر. يبقى دلوقتي نتكلم على الادفيرس افكتس اوف كالسيوم شانل بلوكرز. ادفيرس افكتس اوف فيرابامل، فيرابامل، فيرابامل بما ان هو كاردو سيلكتيف فمتوقعين الهارت ريت يقل، يبقى برادي كارديو. الكوندكتيفيتي تقل، هارت بلوك. ولو الدوز عليت ممكن الكونتراكشن يقل بشكل كبير، هارت فيلير. تمام؟ لان هو كارديو سيلكتيف. ايه كمان ممكن يعمله؟ واضح جدا معايا، ركز معايا، هقول لك ليه ركز معايا في دي. احنا من كتر الدراجز هنحفظ اسطمبه، وده مش صح يعني، في الادفيرس افكت بتاع اي دواء. اسالك ايه الادفيرس افكت بتاع الدواء ده؟ تقول لي نوزيا فوميتنج ضيارية ضيارية ضيارية. احنا عارفينها كده. لا، ده بقى بالذات بيعمل كونستيبيشن. ده بالذات بيعمل كونستيبيشن. يبقى اذا هو كارديو سيلكتيف فبراديكارديا، هارت بلوك، هارت فيلير، وكونستيبيشن. طيب النيفيديبين والاملوديبين ايه السبيسيفيك ادفيرس افكت ليهم؟ بما انهم فازو دايليتور يبقى الهايبوتنشن. الهايبوتنشن. وايه كمان؟ إديمة. الإديمة لأنهم فازو دايليتور فبيبقى واضح معاهم جدا من الإديمة. حد يقول طب فين الدلتا يازم؟ ما أنا قلت لك من الأول، بما إنه مش سيلكتيف لا هنا ولا هنا، بيسموه السيفتي بروفايل، بيسموه كده سيفتي بروفايل أوف دلتا يازم أفضلهم، لأن هو لا هنا سيلكتيف ولا هنا إيه؟ ولا هنا سيلكتيف. حلو الكلام؟ ده الكومن أدفيرس إفكتس أوف إيه؟ أوف كالسيوم شانل بلوكرز. بالفيديو اللي عدى انا اتكلمت على التراديشنال اند انجينال دراجز. ايه الحاجات الجديده؟ حد يقول هي مش جديده قوي. ايش انا اشكرك انها مش جديده قوي.
طب ليه مش جدا قوي؟ لان في اختلاف عليها لحد دلوقتي، في ناس مختلفين عليها، ماشي الكلام؟ يعني في حاجات في اوروبا مش شغاله في امريكا خلاص، وفي حاجات عندنا مش موجوده مثلا في اوروبا. الموضوع فيه شويه ايه يعني، شويه لعبكه كده، بس هم موجودين في اماكن كتيره وشغالين. اول حاجه الكورانديل، الكورانديل ده هو زي النيتريت في الاكشن وزيه في اليوزس. لكن ايه الفروق؟ النيتريت، النيتريت هو ان او دونر. انت عارف لما تشوف اخوك اتضرب ومين ضربه فبتاخد بالك منه، لما تلاقي حد مثلا حصلت له مشكله بتدرس المشكله حصلت له ليه وبتحاول تحلها. النيتريت ليه حصل معاه التوليرانس؟ قال لك اصل هو كان مذلول، كان مستني الاس اتش تجيله، فكان مستني حد غيره يديله. النيكورانديل عرف المشكله بتاعت اخوه النيتريت وقال لك انا من نفسي لما هدخل هطلع النيتريك اوكسايد، وبالتالي انا مش مستني حد يدينا حاجه، وبالتالي مفيش توليرانس. يبقى اذا النيكورانديل، النيكورانديل انه او دولار نيتريك اوكسايد دولار وليس توليرانس، مش بيحصل معاه التوليرانس زي النيتريت. ايه تاني جديد؟ ايفابرادين، ايفابرادين الايفابرادين ده قال يا اخوانا في ناس بتدعم بيتا بلوكر، قلنا له ليه؟ قال عشان بيقلل الكونتراكشن. عندك حق، والادفيرس افكت كتيره بتاع البيتا بلوكر. صح كلامك سليم. وفي ناس بتضايقوا من الفيرابامير، ليه؟ بيأثر على كل حاجه في القلب. قال لك طيب انا هبقى مور سيلكتيف، الايفابرادين هيبقى بس برادي كارديا، بس هيعمل برادي كارديا، بيسموه حتى برادي كارديك ايجنت، بيسموه كده برادي كارديك ايجنت، برادي كارديك ايجنت بس. وبصراحه هو السيفتي بروفايل بتاعه رائع، الايفابرادين السيفتي بروفايل بتاعه رائع، جميل جدا. لو غلطنا وزودنا الدوز ممكن يحصل، ممكن يحصل هايبر تنشن، لكنه مش كومن برضه. احنا بنقول الحق، هو مش كومن هايبر تنشن. رانولازين، رانولازين الميكانيزم اوف اكشن بتاعته، في كلام كتير على الميكانيزم اوف اكشن بتاعته خلاص، لكن يقول لك في اخر دي ثيوريز، نظريات، نظريات وات ايفر، نظريات مش نظريات، هو رانولازين افكتيف في الاستيبل انجينا، يستخدم في الاستيبل انجينا. يستخدم في مين؟ في الاستيبل انجينا. ايه مشاكله؟ دوخه، ديزينس، صداع، هيديك، شويه امساك، ممكن كونستيبيشن. كونستيبيشن يبقى اذا النيكورانديل زي النيتريت لكنه ليستوراز، الايفابرادين ده برادي كارديك ايجنت بيقلل هارت ريت، ده المين ستي بتاعه في الشغل. الرانولازين ميكانيزم اوف اكشن بتاعته حد دلوقتي يقول لك نوت كومبليتلي اندرستود، مش مفهومه بشكل كامل، لكنه بيستخدم في الاستيبل انجينا وافكتيف. الرانولازين ايه مشكلته؟ صداع، هيدك، دوخه، ديزينس، شويه كونستيبيشن. هل في حاجات تانية؟ في حاجات تانية في الانجينا خلاص، لكن ما حدش لحد دلوقتي وافق عليها وبالتالي مش هذكرها. تمام كده، احنا قلنا اهم حاجات في الانجينا سواء كانت تراديشنال دراجز او ان كان الابديتس ان ايه، ان انجينا تريتمنت. ادجوفنت دراجز ان انجينا، ادجوفنت دراجز ان انجينا. يعني ايه ادجوفنت دراجز ان انجينا؟ هم مش هيعالجوا الانجينا بشكل مباشر لكنهم بيساعدوا في العلاج. يعني مثلا احنا قلنا ستيبل انجينا ايه سببها؟ كوروناري اثيروسكلروزس، كوروناري اثيروسكلروز، يعني في دهون تجمعت في الوول الخاص بالكوروناري ارتري. فما فيش مشكله لما اقول لك ان الانتي هايبر ليبيدينكس تعالج زي الاستاتينز. ما الاستاتينز بتقلل الدهون، بتقلل الكوليسترول، وبالتالي تعالج الهايبر كوليسترولينيا.
وبالتالي ممكن تمنع الكورونري اسيسكليروزس، او لو حاصل تمنع يحصل بروجريشن. اذا اول جروب في الادجوفنت دراجز هم الانتي هايبر لايبيديمكس زي الستاتينز. ثاني جروب الانتي بليتلتس. ايه الانتي بليتلتس؟ انهبيت بليتلت اجريجيشن، وانا قلت ساب الانستيبل انجينا بليتلت اجريجيشن، وبالتالي لما تمنع البليتلت اجريجيشن كانك بتمنع ان الاستيبل تتحول لانستيبل. طب الانتي بليتلتس اللي بيمنع البليتلت اجريجيشن زي مين؟ اسبرين سمول دوز، تيكلوبيدين، كلوبيدوجريل، تيكا جري لور، كل دول انتي بليتلتس. لكن تاني دول اسمهم ادجوفنت دراجز، يعني بديهم مع النيتريتس، بديهم مع البيتا بلوكر، بديهم مع الكالسيوم شانل بلوكرز، لكن مش ممكن اعتمد عليهم لوحدي. الفيديو دلوقتي هنتكلم على الدراج كومباينيشن ان انجينا تريتمنت. دراج كومباينيشن ان انجينا تريتمنت يعني ايه؟ للاسف المرض ده لازم الناس لبعضيها، الناس لبعضيها في المرض ده. يعني ايه؟ هقول لك. لو ادينا النيتريت لوحده النيتريت طبعا ده الكارت اللي بيكوش، ما اعترضناش، لكن تاكيكارديا ما ينفعش لوحديه، فلازم ادي معاه حاجه تمنع مين؟ تاكيكارديا. يبقى لازم ندي معاه حاجه زي مين؟ طب فكر معايا، بيتا بلوكر فيه مشكله؟ بيتا بلوكر، بيتا بلوكر بيعمله في هارت ريت، بيتا بلوكر، بيتا بلوكر بيقلله هارت ريت، يبقى بدي معاه بيتا بلوكر مفيش مشكله. صح. ليه؟ ده هذا الكائن تاكيكارديا وهذا الكائن براديكارديا مع بعض، خلاص الهارت ريت نورمال. نفس الفكره، نيتريت مع فيرابامل، نيتريت مع فيرابامل. طيب نيتريت بيزود هارت ريت، الفيرابامل بيقلل هارت ريت. يبقى اذا لما هدي النيتريت لوحدي هيعمل تاكيكارديا، فلازم ادي معاه حاجه تمنع التاكيكارديا، كان بيتا بلوكر او ايه؟ او فيرابامل. صح ولا غلط؟ صح. ده بنسميه ديزايربل دراج كومبينيشن، ديزايربل، ديزايربل احنا عاوزينه. ايه بقى الان ديزايربل دراج كومبينيشنز؟ بصوا، طيب البيتا بلوكر بتقلل هارت ريت، طب والفيرابامل بيقلل هارت ريت. البيتا بلوكر بتقلل هارت ريت والفيرابامل بيقلل هارت ريت، مع بعض براديكارد. البيتا بلوكر بتقلل الكونتراكتيليتي والفيرابا بيقلل الكونتراكتيليتي، مع بعض هارت فيلير. كان مصيبه. طيب تالت حاجه، البيتا بلوكر بتعمل في الكوندكشن بتقلله، طب الفيرابا بيقلله هارت بلوك، فمع بعض العين كده راح، سي في براديكارديا، هارت فيلير، هارت بلوك. اوعى نيتريت مع نيفيدرين، نيتريت مع نيفيدرين، النيتريت بيعمل ايه؟ هايبوتنشن، والنيفيدرين هايبوتنشن، مع بعض سيفير هايبوتنشن. يبقى نيتريت هايبوتنشن، نيفيدرين هايبوتنشن، مع بعض سيفير هايبوتنشن. ركز معايا بقى في الدراج انتراكشن ده. طبعا احنا عارفين ان من الادويه اللي كومن دلوقتي في اليوز السلدينافيل، السلدينافيل. فقبل ما تدي، وطبعا ده بيطلع يعني من الصيدليه عادي جدا، بس قبل ما تدي الشخص اللي يطلب منك السلدينافيل اساله انت بتاخد نيتريت ولا لا؟ بتاخد ادويه للقلب ولا لا؟ لو قال لك باخد ادويه للقلب ما تديلوش السلدينافيل. هقول لك ليه. النيتريت بيعمل هايبوتنشن، والسل دينافيل هايبوتنشن، وفي حالات ماتت عشان كده، في حالات ماتت عشان كده لما النيتريت يتاخد مع السيلدينافيل سيفير هايبوتنشن، وده حالات موجوده ومتوثقه.
وورلد وايد في كل العالم يعني. يبقى تاني في عندي ريكومندد دراج كومبينيشن نايتريت مع بيتا بلوكر، نايتريت مع فيرابامل. اندزايربل او دينجرس كومبينيشن زي نايتريت مع نايفيدبين، بيتا بلوكر مع فيرابامل، واخيرا ومهم جدا نايتريت مع ايه؟ سيلدينافيل. ده كان اخر فيديو في الانجينا، ونتابع بعد كده الفيديو اللي جاي في المايوكارد انفاركشن. مايوكارد انفاركشن، مايوكارد انفاركشن، مايوكارد انفاركشن. طبعا دي ميديكال ايمرجنسي، ميديكال ايمرجنسي. المعتاد كومبريسنج بين، كومبريسنج ريتروسترنال بين، المعتاد كومبريسنج ريتروسترنال بين. ممكن يكون معاه فوميتنج، والناس تشخصوا انه جاسترايتس، وفي ناس ماتت بسبب كده. ميس دياجنوزيس. خلي بالكم، فلو حد ريسكي بيشنت يعني مثلا اولد ايج، او حد كان عنده قبل كده مشاكل في الكروناريز اسكيميك هارت ديزيز، ايا كان اساله الاول. الفوميتنج ده بيحصل مع اي حاجه، لكن الاول اطمن ان سبب الفوميتنج هو مايوكارد انفاركشن. ركز معايا تاني، عيان سن كبير او عنده اسكيميك هارت ديزيز وجاله فوميتنج، ما تبعدش عن تحليلك للحاله دي المايوكارد انفاركشن. خلاص اتفقنا. هنعالجه ازاي؟ عشان نعالج المايوكارد انفاركشن نحفظها في ايه؟ في هذه الكلمه، مناسب. مناسب واحد، مورفين، مورفين لان سيفير بين. اثنين، اكسجين. ثلاثه، نيتروجليسرين طبعا انترافينوس. بعد كده أربعة، أنتي بليتلتس. أنتي بليتلتس، وبندي كمان إيس إنهيبيتورز، بندي كمان إيس إنهيبيتورز، بيقلل مورتاليتي، نسبة الموت بتقل في الحالة دي. تقول لي طيب إس ستريبتوكينيز، إيه بقى حكاية الستريبتوكينيز؟ ما أنا عاوز أشرح لك واحدة واحدة. هو إيه اللي حاصل هنا؟ أنت عندك الكورونري أرتري، كورونري أرتري اتسد، حصل جلطة فسدد الكورونري ارتري، اتسد كله. وبعدين ايه الحل؟ انا ادي ادوية تدوب الجلطة دي، تدوبها. ادي حاجات تدوب مين؟ الجلطة دي. دواء الستريبتوكينيز فيبرينوليتك دراج، فيبرينوليتك دراج ليه اخواته؟ في ريتبليز، في روكينيز، لكن مبدئيا نتكلم على الستريبتوكينيز دلوقتي ان هو فايبرين ولوتيك دراج. طبعا هيتشرح لوحده في البلاد فارماكولوجي. اخيرا البيتا بلوكرز، البيتا بلوكرز برضه تنفع في المايوكارد انفكشن. يبقى اذا مورفين، اوكسجين، نيتروجليسرين، انتي بليتلتس، ام دي ايس انهبيتورز، ستريبتوكينيز، واخيرا البيتا بلوكرز. كده احنا خلصنا الاسكيميك هارت ديزيز. الاسكيميك هارت ديزيز يشمله حاجتين، انجينا ومايوكارد انفاركشن. بالتوفيق للجميع.